السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل محبين ومتابعين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب. اليوم معكم دائما حنكون بموضوع حساس جدا ومهم جدا جدا جدا. هلا انتم العنوان شفتوا قريتوا انه الشاب اليهودي الذي اسلم اللي اسمه توماس او توم بارك او توم بارك، ما بعرف الاسم هذا اللي شايفينه. انا دائما بحب اقول لكم الاحداث والاشياء منقولة بأدلة واثباتات وبراهين حتى لا نظلم حدا. طبعا انا بدي نبه بالبداية بالفيديو هذا انه انا ماني ضد هذا الشاب ولا ضد اعتقاداته ولا دياناته ولا توجهاته، فانا اتكلم من محور فقط اشارة استفهام، يعني اسئلة واجوبة، واريد ان اعرف ما رأيكم بالموضوع. هل هو فعلا اسلم؟ هل هو كان مسلما وغير دينه، او هو يتلاعب مع الاديان ويوم معنا ويوم معاهم ويوم هون ويوم هنيك، او هو شاب يعني كيف بدنا نقول انه اول عمره ما نعرف شو عم بيعمل، او انها مجرد انه لديه حب الاستطلاع فبتلاقي يوم في المعبد اليهودي ويوم في الجامع ويوم في الكنيسة. ولكن ليس هنا النقطة، النقطة لا تقف فقط انه هو يذهب من مكان الى مكان، من ديانة الى ديانة. فالدين لله والوطن للجميع، ونحن جميعا تحت سقف القانون، وهذا الشيء حر هو يعني. ولكن ان يتلاعب على الناس وان يعني يستغل الناس هو بأنه لديه معالم وجهه الحسنة، كونه يعتقد الناس أنه من معالم وجهه البريئة، فالكل يتعاطف معه، هذا الشيء غلط. ولكن النقطة الأهم أنه فليس أنه يذهب إلى جميع المعابد والكنائس والمساجد، ولكن أيضا أنه أيضا تلاقي بعض الأحيان يظهر في فيديوهاته الخاصة هو وبعض الصور يتشبه بالمثليين أو يكون مع المثليين اللي هم يعني الشباب المثليين، وبعد ذلك تلاقيه يذهب يغير اللوك بتاعه والشكل بتاعه ويضع المكياج ويذهب مع المتحولين جنسيا اللي هم الشباب الذين يتحولون جنسيا، ثم يذهب الى المسجد ويتصور مع المشايخ والناس ويلبس لباس التراث العربي ويتشبه بالدين الإسلامي، وأحيانا تلاقيه مؤيد للقضية الفلسطينية، وليس هو وحده فقط، وكل يعني أسرته عائلته، يعني هم فريق كامل. هل هم فريق برأيكم تحري يدخلون في العرب والجالية المسلمة في الأرجنتين ليأخذوا منهم معلومات، أم هل هم يعني متقصدين لفعل هذه الأشياء، أم هم يعني يريدون فعل أشياء تشوه سمعة العرب، أو يقومون بأشياء غريبة ليس لها أي تفسير؟ فأنا وضعت هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة وهذه المحاور أمامكم من صفحته الرسمية على إنستغرام، وما ينشره عليها من صور وفيديوهات التي تدير الكثير من الأسئلة والاستفسارات وإشارات التعجب. وها هو الآن أنا كمان في أحد المتاحف في الولايات المتحدة الأمريكية لأحد المعارض، حين يكون موجود وراءه تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المسؤولين الآخرين. طبعا هذا الشخص يعني ممكن كل الناس يكون لديها حب استطلاع، فنحن كعرب يعني وأي شخص آخر يعني من أي ديانة وأي دين آخر له حب الاستطلاع، يعني إذا ذهب إلى دولة أجنبية مثل الأرجنتين بيدخل إلى الكنيسة وإلى المعبد وإلى كذا لحب الاستطلاع. أما أنه يمثل على الناس شيء آخر، يتقمص الشخصية ويكذب وأنه يعيش الحالة، عارف هذا شيء آخر، عارفين هون هذا الشخص أنا أشعر من تلقاء صوره وفيديوهاته أنه يمثل على الجميع، على جميع الأديان وعلى جميع الأطياف، ولا أعرف إذا كان هو يمثل على الجميع أو على المسلمين حصرا. فهو يعني في أغلب فيديوهاته تجده يرقص ويضع أغاني عربية ويأكلون ويطبخون طعاما عربي ويحتفلون بالعيد، ومن ثم تلاقيه في اليوم التالي في المعبد اليهودي. طبعا انتوا اذا بتلاحظوا هلا بتدخل على صفحته على انستغرام، طبعا هلا لو هو مأسلم من زمان من اول فيديوهاته بتلاقوا فيديوهاته انه هو كان في المسجد، بس اخر فيديوهين حديثين واخر صور حديثه كان في معبد يهودي. فهل يعقل انه اسلم ورجع الى الدين اليهودي وبعدين رجع الى المسجد مره اخرى؟ لا، هذا يتلاعب على الناس، او ما بعرف انتوا شو رايكم. انا اريد
أجوبكم وأسئلكم واستفساركم. والنقطة الأهم من ذلك كله أنه هل يعقل المسجد يستقبل شخص كهذا الشخص، يعني متحول جنسيا أو مثل جنسيا، ويعني يمثل على الجميع، يتقمص شخصيات كثيرة لأهداف وغايات لا أعرف ما هي. وبعض الأحيان يكون في بعض الملاهي الليلية العربية التي يكون فيها المغنيون والمشروب والأشياء الكثيرة، هذه أمور شخصية هو حر فيها. ولكن الأكثر استعجابا وأكثر يعني يخليك إنك تكون لديك إشارات استفهام كثيرة، إنه كيف المسجد يفتح أبوابه لهذا الشخص ويجعله يتصور مع أهم الناس الموجودين في المسجد، منهم الإمام وناس آخرين لا أريد أن أذكر أسماءهم. ولكن ملفه يتكلم عن هذا الشيء، وللأسف في المسجد الشيخ محمد زاهر يطرد المسلمين منه، وأنا أول واحد منهم، طردني ومنعني من التصوير. هل يعقل أنه المسجد، وسوف أرفق لكم الفيديو اللي طردني منه، طبعا هذا الفيديو سوف يكون موجود مصور بالأدلة وبالبراهين، لماذا وما هي الأسباب اللي طردني منها؟ طردني لأنني أنشر الأعمال الخيرية وأقول للناس تعالوا خذوا مساعدات، وأقول دار الخير كفعله، وهو لا يريد أن أدل الناس وأنشر هذا الشيء في صفحتي طبعا لأهداف شخصية ما أعرف. وأنا الفيديو والمقابلة اللي صارت بيني كانت في تصوير ومصور بكاميرا خفية. طبعا أنتم كما لاحظتوا أنه هذا الشخص كمان هنا يوم بالمسجد ويوم بالاحتفالات مع المعابد اليهودية ومع كل الأطياف وكل الأشياء، ويوم بتلاقي قاعد يقول لك أنا بحفظ قرآن، ويوم بتلاقي عم يأكل تمر، ويوم بتلاقي مرة أخرى في احتفال يهودي، ويوم بتلاقي عم يأكل أكل عربي بيعمل أكل عربي. فهذا ما بعرف يعني أنتوا شو برأيكم، أنتوا هذا شخص إنسان عامل متكامل، تعتقدون هل يعقل أنه الشيخ محمد زاهر يطرد أبناء بلده؟ هو طبعا الشيخ محمد زاهر يتصرف كأنه هو مدير المسجد أو كأنه هو صاحب المسجد، وأنا متأكد أنه المديرين والمسؤولين عن المسجد الملك فهد اللي هم من المملكة العربية السعودية لا يعلمون بالتصرفات التي يتصرفها، كيف يتم فتح الأبواب لشخص مثل هذا الشخص، أوكي، ويغلق الأبواب أمام أبناء بلده وأبناء دينه، يمكن لأنهم عنده يعني هيك فكرة أنه هو بده يفرج المجتمع والعالم أنهم نحن منفتحين، نحن نستقبل كل الناس، ونستقبل أيضا ممكن الشخص المسلم المهدي، أو نستقبل الشخص اليهودي ونخليه أسلم. ولكن يعني هو وعائلته كلياتهم عم يلبسوا شايفين، وبيمثلوا على 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 الجامع وعلى المسجد، وبتصوروا مع كل الناس، ويعني عايشين الدور بحالة جميلة جدا لدرجة أنك رح تصدق أنه هو فعلا مسلم من صفحته أو شيء، وفجأة بتكتشف أنه هذا الشخص من كل الفيديوهات اللي عملها كلها مجرد تمثيل. حتى في رحلة من الرحلات بتلاقي أنه هو في الباص شايفين والده بيشرب الكحول وبيسوق الباص، وبعد ذلك بتلاقيهم جالس في الباص هو رافع رجليه وعم يقرأ القرآن. شوف هذا لا يجوز، رفع القدمين وأنت تقرأ القرآن، احترام، هذا لا يقرأ القرآن، هذا يمثل ويعني فقط لمجرد إرسال صور ويورجي الناس أنه هو دماغ الإسلام أو شيء من هذا القبيل، لا أفهم ما هو تفكيره. هل تعتقد أنه في هذا الشيء بالأفعال التي يفعلها هل فيها إساءة للإسلام والمسلمين؟ هل الأشياء يفعلها هي صحيحة؟ هل أنا غلطان أو أنا عملت هذا الفيديو لمجرد فقط إشارات استفهام وتعجب؟ أريد رأيكم بهذا الموضوع، أريد رأي الجماهير وأريد رأي المتابعين بهذا الموضوع حول طرد الشيخ زاهر لقناتنا ولي شخصية من المسجد لكي لا أدل الناس على فعل الخير ولا أقول لهم تعالوا خذوا مساعدات من المسجد لأسباب شخصية لا أعرف ما هي أسبابه هو. والفيديو سوف أرفق لكم إياه، حيكون في فيديو من قلب المسجد أنا صورته باللقاء والحوار، مصور بعدسة كاميرا خاصة بالتاريخ وبالساعة بالوقت والدقيقة والحوار اللي ظهر بيني وبين الشيخ محمد زاهر، وكيف المسجد عم يفتح أبواب إمام هذه الشخصيات. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما فيني أقول شيء، يعني ما باين عليهم إنه يعني حاسسهم إنهم مخابرات سرية أو ما بعرف إنهم أهداف أو هم طائشين، ولكن أنا أعتقد إنهم مسيرين أو مخيرين. بتلاقيهم يعني جروب كامل، هم عائلة كاملة بيلبسوا الحجابات بيدخلوا على المسجد، بيخرجوا من المسجد بتلاقيهم في الديسكو، بعد الديسكو بتلاقيهم في المعبد اليهودي،
بعد المعبد اليهودي بتلاقيهم مع المتحولين والمثليين وبيرقصوا وبيشربوا الكحول. ما بعرف ما رأيكم انتوا تدخلوا على ملفه، ولكن لا تتابعوا، لا تحطوا له لا تعليق ولا مشاركة، لأنه ما بدنا نعمل له تشهير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.